من اكثر الرسائل اللي كتجيني وبشكل يومي، بغينا وصفه للتبيض، بغيت وصفه. انا عرسي قريب، بقات لي 20 يوم، بغيت وصفه اللي تعطيني نتيجه بسرعه، بغيت وصفه اللي تحيد لي الاسمرار ديال الشمس وتبيض لي الوجه ديالي، بغيت وصفه اللي تصفي لي الجسم ديالي كامل. انا فعلا عندي وصفه غادي نشاركها معكم اليوم، وصفه غادي ترجعكم بحال الثلج كتبيض بياض 10 درجات. هاد الوصفه كتنقي الوجه، كتوحد اللون ديال البشره، كتصفي الوجه من الاثر ديال الحبوب، من البقع يعني ديال الحبوب اللي كتبقى، كتحيد حتى الهالات السوداء، كتوحد لك اللون ديال البشره ديالك، كتنقي الجسم وكتصفي الجسم. ممكن ديريها لجسمك كله الا كنتي عروسه او لعرسك قريب. هاد الوصفه من اقوى الوصفات اللي نقول لكم كتعطي نتائج سريعه في التبيض. ما يمكنش ديري هاد الوصفه هادي وتقولي ما غنبيعش. وصفه الا درتيها كوني متاكده انك غتفاجئي في البيوضه اللي غادي غتبان ليك، واي وحده غتسولك على السر هذه بدون نقاش. هذه الوصفه اللي غنبارطاجي معكم اليوم وصفه مجربه ووصفه مضمونه، غتجربوها على حسابي البنات. مهم اي وحده عروسه، اي وحده عندها شي مناسبه قريبه او شي خطوبه او لا بغيتي تهلاي في راسك، اليوم جبت لك الحل. خليك معايا حتى اخر الفيديو، غادي نبداو دابا الوصفه ديالنا. غير ما تنسونيش اخواتاتي واحد لايك للفيديو، بغيتكم كلكم تشجعوني بلي لايك، وصل ليا الفيديو اكبر عدد من اللايكات. الا كنتو جداد نقول لكم مرحبا بكم، ما تنساوش الانضمام للعائله ديالنا، ضغطوا على الزر الاحمر اسفل الفيديو ابوني او سبسكرايب او اشتراك. حاجه مهمه هو ما تنساوش تفعلوا زر الجرس باش هكا يوصلكم ان شاء الله الجديد. غادي نبداو الوصفه ديالنا بكل بساطة. عندنا اللفت الأبيض كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو، فيه أنواع اللفت ولكن غنستعملوا هاد النوعية هادي ديال اللفت كيف ما كتشوفوا معايا. اللفت غادي نقشروه، غادي نستعمل جوج وحيدات أنا حيت عندي اللفت صغير هنايا، إلا كانت عندكم وحدة متوسطة غادي تستعملوها، غتستعملوها أي وحيدة. مهم غادي نقشرو اللفت كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو. بالنسبة للفت كيبيض بزاف، لا الجسم ولا البشرة، كيبيض بزاف، كيعطي النتائج يعني سريعه في التبيض. هاد الوصفه الى داومتوا عليها كيف ما غنقول لكم، كونوا متاكدين انكم الا كنتوا كتستعملوا الباكياج اولا كتستعملوا الفوند طان باش كتخفيو دوك العيوب ديال البشره اللي من بينهم الحبوب، الاثار ديال الحبوب، التصبغات ديال الوجه اللي كيكون ما صافيش فيه تصبغات اولا شاده فيك الشمس، شوطاتك شدت فيك بزاف، اولا مشيتي للبحر اولا خرجتي في الشمس وتشوطتي، هاد الوصفه غادي تبيض لك البشره ديالك وتحيد لك كل شيء حتى من الجسم. البنات غادي تستعملوا الجسم ديالكم بحال العنق، ذراعاتك، يديك، سيقانك، ممكن تستعمليها اي منطقه في جسمك. من بعد ما قشرت جوج الفيتات كيف ما شفتوا معايا، غادي نحكم في حكاكه تكون رقيقه اولا كنبشرهم في مبشره رقيقه، جوج يعني جوج ديال الفتات. من بعد غادي نبشرهم، بعد غادي نرجع معاكم. المهم اللي بغات شي وصفه البنات تهبط للتعليقات تكتبها ليا هكا باش نعرف الوصفات اللي نتوما كتبغيو باش نشارك معكم يعني الوصفات اللي نتوما محتاجينهم. المهم كيف ما شفتوا معايا غادي نحك هاد جوج ديال اللفتات وغنرجع معكم. بالنسبه لهالكميه اللي غادي نستعملوا راه تكفيك يعني مره واحده اللي كنتي غديري الوجه ديالك، عنقك، درعواتك، سيقانك، رجلاتك، غادي تكفيك الا كنتي غتستعملي جسمك ووجهك غتكفيك. اما الا كنتي بغيتي تبقاي تستعمليها على طول الاسبوع غادي تكثري من هاد المكونات، يعني تقدري ديريهم بالدوبل. بعد ما حكيت اللفت كيف ما شفتوا معايا، غير الحكاكه تكون رقيقه هذه اهم حاجه، غناخذ واحد الكاسرونه غادي نديروا فيها اللفت المبشور وغنزيدوا عليها كاس ديال الحليب صغير، هذا كاس صغير البنات ديال الحليب، ماشي كاس كبير، غير كاس صغير، كاس ديال الحليب هانتوما بهذا الشكل، هذا هو نفسه غادي نعمروه بالماء، يعني كاس صغير ديال الحليب هو نفسه غادي نستعملوه ديال الماء. هانتوما البنات بهذا الشكل هذا انا عمرته بالماء، غادي نضيفوا هذا الكاس ديال الماء، ومن بعد غادي ناخذ زيت الزيتون. انا غنستعمل زيت الزيتون البكر، غادي نستعمل ملعقه كبيره. اللي ما عندهاش زيت الزيتون مثلا، لما عندك زيت الزيتون عوضيه بزيت اللوز او عوضيه بزيت السمسم حتى هو زوين. هنا انا غادي نزيد نص ديال فريميجه بحال هكا،
غادي نزيدوه هنايا، وغادي نحاولوا اننا هاد الفريميجه نمعسوها شويه مع هاد الخليط بهذا الشكل هذا، كنمعسوها واحد شويه. بالنسبه لهاد الوصفه هذه البنات الى تبعتوها يعني مده اسبوع، مده اسبوع فقط، غتهناو من كل شيء، يعني من اي حاجه عندكم في الجسم ديالكم او الوجه ديالكم كل شيء غادي يتحيد، يعني الجسم كيولي صافي، كيولي بحال شي بيضه مقشره. وصفه يعني اللي من الوصفات اللي نقول لكم ناجحه مليون في المئه، ومن الوصفات اللي نقول لكم كتعطي نتيجه سريعه في التبييض. دابا من بعد ما خلطت ديك الفريميجه مزيان، درت الخليط على النار خليته حتى غلى مزيان. هنا المده تقريبا البنات حتى كيبدا كيفيض، يعني واحد نقول لكم 20 دقيقه على نار متوسطه. الا بدا كيفيض كتحيدوه من فوق النار وكتحركوه شويه وكتردوه، يعني خصو يبقى واحد 20 دقيقه. من بعد انا هنا غادي نصفيه، هانتوما كنصفيه وكن بحال ندركو شويه على هاد اللفت هذا اللي هنا، باش شويه يعني كيهبط منه داكشي. صافي غنستمر بهذه الطريقه حتى نكمل. من بعد غادي نرجع معاكم باش تشوفوا معايا التتمه يعني ديال التحضير ديال هاد الوصفه. مهم ضروري يعني ديروا الطريقه هذه، يعني تصفيو مزيان هاد اللفت باش ما يبقاش قابط لكم شي حاجه، ممكن تبركوا عليه بالمعلقه بحال هكا مزيان. المهم انا غنصفي هاد الكميه هذه اللي عندي وغنرجع معاكم باش نكملوا الوصفه ديالنا. المهم خليكم معايا البنات حتى لاخر الفيديو، لان هاد الوصفه خصكم تعرفوا كيفاش غادي تستعملوها على البشره ديالكم، وكيفاش غادي تستعملوها على الجسم ديالكم، لان اي وصفه كتبغي يعني تخدم مزيان وتستعمليها مزيان باش تنجح معاك، خصوصا البنات اللي العرس ديالهم قريب، اللي عندهم شي مناسبه شي خطوبه شي عراضه، والبنات اللي شدت فيهم الشمس بزاف يعني بغاو يبيضوا. تبعوا معايا الفيديو. هنا بعد ما صفيت هذيك الكميه اللي عندي، غادي ناخذ نشا الذره اولا دقيق الذره، غادي ناخذ ملعقه كبيره. ها انتم البنات بهذا الشكل هذا، عمروا ديك المعلقه مزيان باش الخليط يجيكم على شكل كريم. النشا راه كيف ما كتعرفوا خطير في التبييض، تيبيض تيصفي تينقي تيوحد اللون ديال الجسم، كيصفي البشره تيوحد ليها اللون ديالها، من المكونات اللي زوينه بزاف للبشره. والدور ديالو عاوتاني هنا هو انه تيختر لنا هذا الخليط كيجينا كريمي على شكل كريم. غادي نضيفوا هنا قطرات من الليمون او الحامض، اللي البشره ديالها حساسه بزاف، ما كتحاملش مع الحامض او ما كيوالمهاش الحامض، راه ممكن تستغني عليه. غادي نديروا قطرات، وممكن تعوضوا الليمون تعوضوه بالخل ديال التفاح، ديروا واحد معلقه صغيره ديال خل التفاح. الا ما بغيتوش تستعملوا الحامض او لا ما عندكمش الحامض، غديروا خل التفاح معلقه صغيره. غادي نخلطو مزيان هاد الخليط وغنديو على النار، كنبقاو تنحركو ضروري، ما تنساوش البنات ضروري تبقاو حداه وتبقاو كتحركو، لانه دغيا تيختار ولا ما حركتوش كيلصق وكيتحرق من التحت، ضروري تبقاو كتحركو بهاد الطريقه هادي. هو ماكسيموم تياخد لك جوج ديال الدقائق، يعني اكثر ياخد لك جوج دقائق، الا خدا لك الوقت راه تياخد لك جوج دقائق، ما كياخدش بزاف. كتبقاي كتحركي حتى يولي بحال الكريم وكتحيديه من على النار، هذا هو الشكل ديالو. غادي نزيدو عليه شويه ديال الزيت ديال الحامض، من احسن خذوه من البارا فارماسي او خذوه من الصيدليه. اللي ما عندهاش دير غير عصير الليمون ماشي مشكل، واللي عندها غادا تستعملو. بالنسبه للزيت ديال الحامض تيحيد الكلف، كيصفي الوجه، تيحيد الاثار ديال الحبوب، كيحيد كل شيء، يعني التصبغات ديال اشعه الشمس. غير خاصكم تستعملوا استعمال صحيح، الا خديتوه مثلا ما غتستعملوش في هذه الوصفه، غادي تستعملوه بالليل تدهني به يعني
البشره ديالك، ويعني كديريه جوج مرات في السيمانه ماشي بشكل يومي، جوج مرات في الاسبوع، ولكن كتغسلي وجهك مزيان، تدهني به البشره ديالك، والصباح ضروري كتغسلي بالغسول ديالك اليومي او لا بالصابون البشره ديالك، وديري لي كخون ما تعرضيش للشمس نهائيا. الا كنتي غديريه وغتخرجي الشمس بحال لا كلشي ضربتيه في الزيرو، يعني ما بلا ما ديريه الا ما كانش عندك ليكرون، ضروري وجهك خاصك ديري ليكرون باش تحافظي على البشره ديالك، لانه هو كيصفي الوجه وكيبيض البشره، ولكن الا خرجتي تعرضتي للشمس راه حاجه اخرى، يعني غتاثري على الوجه ديالك بزاف. من بعد ما تضيفوا قطرات من الزيت الحامض، تخلطوا الكريم ديالكم مزيان وغديروه في واحد الحك يكون عندكم موصول مزيان، ولا شي قريعه سهله الاستعمال، كديروا هذا الكريم في الثلاجه وكتبقاو تستعملوه بشكل يومي على البشره ديالكم لمده 20 دقيقه، اما بالنسبه للجسم كتخليه نص ساعه. دوموا مده اسبوع وغتشكروني عليه بزاف. اللي بغات تزيد تستعمله اكثر من اسبوع زيدي استعملي اختي، ما كاينش المشكل، ولكن ملي كتبان لك النتيجه هي هذيك مزيانه صافي حبسي عليه. وهذا الكريم اي وحده جرباتو ما تنساش ترجع عندي التعليقات تخلي لي النتيجه، وايضا المتتبعات اللي كيشوفوا التعليقات وكيقراوا الاراء ديالكم. لهنا كنقول لكم وصلت نهايه الفيديو، الا بغيتوا تسولوني شي حاجه مرحبا، خليوا لي التعليقات ان شاء الله نجاوبكم. تنقول لكم شكرا لكم بزاف بزاف على المتابعه وعلى الدعم ديالكم وعلى التعليقات ديالكم الزوينه اللي كتخليوا لي، الله يخطيكم عليا، وفي امان الله.